برعاية الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وتحت شعار الإمام الحسين عليه السلام عالمية وخلود، تقيم مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة مؤتمرها الدولي بعنوان الاستشراق والإمام الحسين عليه السلام، وذلك في يومي 12 و13 من شهر أيار مايو عام 2023 للميلاد، وعلى قاعة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله في العتبة الحسينية المقدسة. ويتضمن المؤتمر افتتاحية وختامية تشتملان على فقرات وكلمات لشخصيات علمية وأكاديمية عالمية مهمة، فضلاً عما يدور من حوارات وتبادل للرؤى والآراء على هامش المؤتمر.